مجهزه حاجه طيب لصبر باعي بهاء سلطان او تامر حسني عادي. اللي مجهزاه او تامر حسني اه اوكي ممكن نقول لو مش مجهزه احنا عايزين نتجهز. لا لا, يعني لا, لا لسه معانا وقت كمان ف ممكن نقول حاجه لتامر حسني حاجه بسيطه. يلا بينا. دايما مشغول بحاجه غيري ولا ليا وجود وسمعت انا يا ما كلام منك وشبعت وعود وده دايما طبعك وده حالك حتى الاحساس بالنسبه لك حمل ومجهود كفاياك اعذار والاخر مره هقولها لك كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع ده لا الجاي مش خير ولو هطول نهايتنا خليها في بالك هيجي في يوم هتلاقي نتيجة إهمالك عيشها وحيد والجرح كبير. بقى عايزة أسألك سؤال مهم جدا، في حد من الفنانين اتواصل معاكي عملت لهم كوفر؟ تامر حسني. ما انا كنت لسه هسألك لان تامر حسني من الفنانين اللي بيحب يدعم المواهب. دي حقيقه، وكنت مغنيه له اغنيه اللي هي اول يوم كانت في فيلم نور عيني لو غنتها له وبعتها عملت منشن لي خدها عنده 4 مرات وعجبته جدا وقال لي ان انت من احسن الاصوات في الدنيا وبجد ده حقيقي. شكرا والله. لا انت تستاهلي فعلا وهو بجد ده شرف ليا والله ان هو يسمعني.